للمباراة الأولى إن شاء الله بكرة. أتمنى إن شاء الله يكون التوفيق من نصيبنا، واللعيبة كلها الحمد لله مركزة، اللعيبة كلها عايزة تعمل حاجة كويسة لمنتخب مصر. إن شاء الله هنبني على الحاجات الكويسة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، تبقى من بكرة إن شاء الله بداية جديدة في أول مباراة إن شاء الله تساعدنا كتير الفترة اللي جاية. فأتمنى التوفيق إن شاء الله ليا ولكل زمايلي إن شاء الله للجهاز الفني. موضوع الإصابة أنا الحمد لله تمام، وشاركت مع نادي الأهلي قبل ما أجي منتخب مصر، فالحمد لله جاهز إن أنا أكون موجود مع منتخب مصر وإن أنا أأدي. تاني حاجة، زي ما بدأت كلامي قلت لك إن إحنا عملنا حاجات كويسة الفترة اللي فاتت، فهنبدأ من عندها، يعني هناخد الحاجات الكويسة وهنبني عليها الفترة اللي جاية، وهتبقى دي دوافع للناس اللي موجودة ان هي تعمل حاجة اكتر من اللي عملناه الفترة اللي فاتت. واللعيبة الجديدة، يعني معظم اللعيبة اللي موجودة كانت موجودة قبل كده في منتخب مصر ما عدا واحد او اتنين، فاللعيبة اللي جاية جديدة تمام دي هي عندها دوافع كبيرة اصلا، يعني اللعيب جاي اول مرة منتخب مصر بيمثل منتخب مصر بقى عنده دوافع كبيرة، فمش محتاجين ان احنا نديهم دوافع اكتر من كده، محتاجين بس ان هم يخشوا جوه المجموعة ويتأقلموا ويبقوا فاهمين يعني ايه منتخب مصر، وده هيساعدنا وهيساعدهم الفترة اللي جاية.